قائم بين يديه، فقال الله تعالى له: يا عبدي، ما حملك على ما صنعت؟ قال: مخافتك يا ربي، مخافتك يا ربي. فتلافاه الله فغفر له، فغفر له، وهو قد شك في قدرة الله أن يعيده، شك في قدرة الله أن يرجعه حيا. الشك في قدرة الله كفر، الشك في الآخرة كفر، إنكار أن الله يعيد الناس بعد موتهم كفر. ومع ذلك غفر الله له، لأن الله عذره بجهله، لأنه صار عنده من التعظيم والخوف من الله شيء كبير في قلبه، فهذه الحسنة العظيمة غفر الله له بها تلك السيئة. قال: فتلافاه الله فغفر له.